السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. في هذا الفيديو ان شاء الله كيف ما كلشي عارف على قناه جمال الفا، الناس يكتبوا لي في التعاليق فيديوهات اللي غادي نهضروا عليهم وتنقيدهم، يعني تبارك قضيه عامه. المهم وصلنا دابا لواحد الفيديو، كيف تتعاملين مع ولد ماما، يعني زوج ابن امه، يعني ذاك الرجل الاناني المدلل الغير ناضج. الإشارة بين قوسين، رحنا كاملين وليدات ماما، راه كلشي كيبغي مو. واني دابا في هذا الفيديو غادي نهضروا كيفاش تتعاملي مع اللي شويه اوفر، فهمتي، اللي شويه زايده عنده نقشه. انا غادي نشرح لكم الفيديو. اول حاجه اللي كنت كتشوف هذا الفيديو اول مره، ما تنساش دير اشتراك على القناه باش يوصلوك جديد الفيديوهات ديالنا. الاخوان اللي كيتفرجوا فينا بقاو تعاونونا، بقاو تبارطاجيو الفيديوهات باش نكبروا شويه لاشين. المهم نبداو علاقة، نهضروا شوية على علاقة الابن بالأم دياله. علاقة الابن بأمه من أهم العلاقات الإنسانية في الحياة، وكذلك علاقة الزوج بزوجته. ولأهمية هاته العلاقتين يحرص كل زوج على أن تكون علاقته بأمه وزوجته على خير ما يرام، لما لهذا من تأثير على حياته كلها. يعني أي زوج، يعني راه شوفوا، راه ملي تلقاو مثلا شي واحد اللي عايش مع أمه، راه تلقاو ديما مسكين كيدير هكا، راه ديما مقهور، راه تيحاول انه يوازن يعني ما بين العلاقه ديال الام اللي كتقول لا راه غدير ليا ولدي، راه شنو المراه كتقول لا دابا راه راجلي وهادي، وغيبقى يتصنت لمو وتقدر تحرشو عليا. المهم الفيديو غادي يكون شويه طويل، صبروا معنا واحد شويه. غير هو في بعض الاحيان تيستمر ارتباط الابن بالام ديالو لما بعد زواجه لدرجه فوق المعقول. يعني كنظن باللي راه كاين شي زوجات كيعيشوا هاد المرحله، كيديروا معايا دابا وبشكل زائد عن الحد المعتاد. فقد يستشير الرجل، وهادشي اللي كنقول لكم راه كاين، فقد يستشير الرجل امه في كل كبيره وصغيره تمر بحياته الاسريه، ويطلب منها ان تتخذ له قرارات حياته. يعني هنا في كاين المشكل، وقد يصل الامر الى تحديد له الطعام الذي ياكله مع زوجته، ويقدر يوصل الامر انه يعاود لمو شنو بعض المرات كيوقع في الفراش ما بينه وبين الزوجه ديالو. يعني هادشي راه بزاف، هادشي راه بزاف. هذا هو اللي غادي نهضروا عليه اليوم، هو هاد النوع ديال هاد الازواج، هذا اللي تيكون يعني مرتبط واحد الارتباط قوي 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 بزاف بالام ديالو، يعني ما كيوازنش. المهم يعني هذا اللي كنطلقوا عليه حنا بالمغربيه بالعاميه ولد ماما. انا ولد ماما وكنفتخره، وين ماشي نوصلت لديك الدرجه، كل واحد والشخصيه ديالو. المهم بلا ضرب لا حشيه، لا ضرب لا تلعب. المهم كملوا الفيديو. ان الام، نهضروا شويه على الام، المهم الله يخليها لنا. ان الام اغلى الشخصيات في حياتنا، وطاعتها واجبه، والله ورسوله شدد في كثير من الايات والاحاديث على ضروره برها والاحسان اليها، الا انه يجب التفريق بين طاعتها وبرها والالتصاق الدائم بها وتطبيق قراراتها في حياه الرجل الشخصيه والاسريه. فبعد الزواج يكون لكل حياته واستقلاله، من واجب على الام ان تساعد ابنها على الاستقلال بحياته قراراته، وألا يضل معتمدا عليها. وحين يصل الأمر إلى درجة متطرفة من الالتصاق بالأم، تحدث كثير من المشكلات بما يهدد الحياة الأسرية للزوج بالخطر. لهذا يعني غادي نتسائلوا في هذا الفيديو على أسباب الاعتماد والالتصاق الزوج بالأم ديالو درجة فوق المعقول، وكيفية التوازن مع هذه العلاقة المهمة. المهم الرجل، نهضروا على الرجل. هذا الرجل كيتسمى أناني، تيكون واحد اللي مبرعش، فهمتي، داصر، يعني داصر. وهنا شكون تيكون السبب؟ درت واحد البحث، واحد الدكتور سميتو خليل فاضل، هو استشاري ديال الطب النفسي، قال لك هذه القضيه ذات طبيعه خاصه، لانها لا تتناول الرجل الاناني فقط، ولكنها تشير الى الام التي انتجت هذه الشخصيه واخرجتها الى الحياه. هذا ميساج كنصيفطوه للامهات. ولا شك ان هناك عوامل وراثيه تتحكم في الشخصيه وطباع الانسان، لان الانسان ايضا ابن بيئه التي يعيش فيها ونتاج تنشئه التي تترك بصمتها على شخصيته. فالام التي تمنح للمجتمع ابناء انانيين لا تنظر للامر بعين ان هذا ولد وتلك فتاه، لان تغرس في ابنائها قيما تغلغل في نفوسهم بمرور الايام، في يعني كيكبروا على واحد المبدا، انا ومورايا الزنزال، انا ومورايا، يعني ما عرفت كيقولوا بالمصريه، انا ومن بعدي الطوفان، يعني انا اللي كاين.
ومن ذلك ومن فرط تدليلهم في الصغر لهدف من الصعب أن تسمح تلك الأم لأحد بإغضاب أطفالها أثناء لعبهم حتى ولو كان طفلا في سنهم. يعني ما يمكنش تعصب لها وليداتها، واخا يكون دري قدو ما تضربش لها وليداتها ولا هادي. وعندما يخطئون ما كتقولش لهم راكم درتو خطا، يعني ما كتبينش لهم ولا كتعاقبهم ولا شي حاجه. فهي ام لا تعاقب ابنائها، وغالبا ما تكرر امامهم انكم مميزون عن غيركم، يعني انتم احسن من البشر احسن من هذا، وتنصحهم بعدم السماح لاحد بان يكون اعلى او افضل منهم. فالناس لدى تلك الام خلقوا لهدف واحد، هم خدمتها هي وابنائها الذين يتخطى حبهم بداخلها كل الحدود. يعني حتى الام خاصها شويه تزير في التربيه، راه التربيه كتكون هكا. يعني الدري باش كيطلع وكيطلع بهذه العقليه وهذا الشيء كيحس براسه بحال اللي راه فهمتي ما عندوش شخصيه اصلا، ماشي شي حس ما عندوش شخصيه اصلا. الدري ما تحكش، الدري ما تحكش صاحبي، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم نهضروا شويه على المشكله من بعد الزواج. هدر الدكتور كذلك خليل قال لك يعني العلاقه هؤلاء الاطفال الاجتماعيه في الغالب لا تستمر طويلا، لانه لا احد يتحمل ذلك النمط من الشخصيات، خاصه ان الام لا تترك لابنائها الحريه في تحديد شكل العلاقه او اتخاذ قرارات الخاصه بما تمر به من مواقف. هادشي راه حنا كنعيشو في المغرب، راه كتلقى شي ام اللي انفور واحد تقول لها راه عجبتني واحد البنت، كتشوف لا ما عجبتنيش، انا اللي غادي نعزل لك، انا اللي غندير لك، انا شنو، انا اللي عارفه انت ما عارفش. فما بالنا عندما يصبح هؤلاء الأبناء أزواجا وزوجات؟ هنا تكون الكارثة، لأنه يقع على عاتق الطرف الآخر تحمل عبء مسؤولية كل أفراد الاهتمام الزائد بشريك الحياة نفسه وانتهاء بالأبناء. يعني كتلقى المرأة يعني مثلا عندها راجلها وعندها أربعة الوليدات، يعني شنو عندها في الدار أربعة زائد واحد عندها خمسة الوليدات، يعني خاصة دير الخاطر لهذا وخاصة دير الخاطر لهذا وعاد تزيد العجوزة، يعني الله يحسن العوان. لكن الأزمة تزداد عندما يكون الزوج الشديد الأنانية، لأن في مجتمعاتنا العربية نمنح المرأة العذر في التدلل وإلقاء عبئها هي وأولادها على عاتق الزوج لا العكس. وكثيرا ما تلجأ يعني كثير يعني كتلجأ الزوجات وكيتساءلوا وكيتأكدوا يعني ديك المشاكل ديال الاخر. يعني كثير من المرات كتلجا الزوجات للعيادات هذيك النفسيه وكياكدوا بانهم يعني ما بين طرفي سنداد، يعني من ناحيه الزوج ولا من ناحيه المطرقه ديال الحامات، يعني من ناحيه الاخرى فالزوج لا يكف عن ترديد كلمه يعني بغيت 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 وتبقى يفكر في ذاته، ولا الحامات التي يعني دايره بحال الرادار لا تكف عن مراقبه الاداء اليومي للزوجه ومدى جودته. يعني خاصه المراه كتقلب على الخطا، كتقلب على الخطا. انا نعطيكم مثال بسيط، كنت عطيتكم واحد الفيديو. ماذا تلاحظون هنا؟ ماذا تلاحظون؟ انها ورقه بيضاء، نعم انها ورقه بيضاء. شنو كتشوفوا دابا؟ راه ورقه بيضاء، ولكن الاغلبيه تقولوا راه كاينه واحد النقطه كحله. هذه هي العجوزه، ما كتشوفش داك الشيء الزوين، كتقلب على النقطه، على النقطه اللي خايبه. علاش هاد النقطه تكون هنا؟ هاد المراه ماشي دي، هاد المراه ولات تتخربق، ما تصلحش ليك، كون غير تزوجتي بنت خالتك اللي قلت لك. المهم نهضروا دابا شويه على العلاج. خرجت شويه على الموضوع، نهضروا شويه على العلاج. اول علاج اللي كنصحوا به هو الصبر والحب، وعلى الرغم من المعاناه التي قد تسبب هذه المشكله للزوجات والالم النفسي الناتج عن هذا نظرا لعدم قدرتها على اداره حياتها واسرتها بشكل الذي تريد، الا ان العلاج ليس مستحيلا، كنأكد راه ماشي مستحيل، وان كان يحتاج الى قدر من الصبر ومقدار من الحب للزوج لاكمال مسيره الحياه معه. يعني المشكله انا يعني المصيبه الا كنتي كتبغيه من الراجل راه يعني راه مزيانه تقدري تصبري، المصيبه هي انك انت ما كتبغيه وعاد تزوج شغل هكاك وعاد زعما بغيتي تفكروا انه يكون حب من بعد الزواج، وهذه يعني كتكون شويه المراه كتكون في واحد المعاناه كتكون شويه صعيبه. غير هي على وجه الوليدات من الاحسن الصبر والحب. المهم غنكملوا دابا الحلول. الحفاظ على الاسره، اللي الحفاظ على الاسره وكلها وتماسكها كما يرى الدكتور يحيى الرخاوي، هذا استاذ طب نفسي بجامعه القاهره، يضيف يمكن للزوجه ان تضحي وتصبر على هذا الزوج المتطرف في علاقته بامه الانانيه وتصرفاته. اللي جيني شو ربي ارزق النساء واحد الميزه، ميزه كبيره هي الصبر.
يعني النساء تيصبروا علينا حنا الرجال، حنا ما كنصبروش. يعني تقدر تصبر وتكمل معاه الحياه ديالها بالحب، وتحاول تعليمه كلمه حنا، نحن، بدلا من كلمه انا. ما خاصوش يبقى يقول انا، خاصو يهضر عليكم نتوما كاملين، خاصو يحس باللي نتوما مجموعه منظومه، ماشي غير هو بوحده. فمن خلال التعامل مع الزوج برفق وحب دائم ولين، يمكن ان يتعلم من زوجته ما فاته من الحياه، على شرط، كنصحكم على شرط، الا تخبره بنيتها في تغييره. يعني ما عمرك تقولي للراجل راكي ناوي انه يتبدل، ولا غادي تبدلي ولادي، غادي تسيف عليك، غادي تسيف عليك. حنا رجال راه عنيدين لواحد الدرجه ما كتصورش، غادي تسيف، ما غاديش يعجبو الحال. وهذا هو دور المراه المحبه اذا ما ارادت ترويض زوجها الاناني عليها، ان تبدا بترويض قلبه على الحب وتخرجه من عالمه الخاص. اما الحماس فمشكلتها هينه، فما على الزوجه الا ان تتجاهل نوبات الغضب ديالها والتركيز مع زوجها وتطوير علاقته بالحياه. يعني العكوزه ما تبقايش تعصبي معاها، ما تبقايش ديري بالك معاها. العكوزه الا شافتك انت كتبغي ولدها وكتحماقي عليه ومهليه فيه وكتسطي عليه وصابره معاه، راه غادي تسمح لك في الاخر وغادي تخليك. غير باش نكونوا فاهمين، راه جامي ان شي وحده غادي تجي تهز الدري وغتحيدو لما. انا راه امي هي عينيا، وين في شي قرارات ولا شي حوايج ما يمكنش ندخل امي. انا بين قوسين غادي نعاود لكم السر ديالي انا والوالده. الوالده شنو قالت لي؟ قالت لي جمال، واحد السيده راه عجبتني، راه زوينه، بغيتك تزوج بها. شنو قلت للوالده نيشا؟ قلت لها عجبات؟ قالت لي قلت لها واخا غنتزوج بها، واني عندي واحد القضيه غنقولها لك. وقلتها لها قدام الاب ديالي وقدام خوتي كاملين، قلت لها لا ناض شي مشكل بيني وبينها، راه ما غنهضرش معاها، انت اللي غتدخلي تصلح الامور. قالت لي علاش؟ قلت لها اها، الا ما تفاهمتش معاها ونوضنا الصداع ولا وقفنا على الطلاق، انت اللي غادي تفك الامور. قالت لي علاش؟ قلت لها حيت انت اللي جبتيها ليا، انا احسن جيبيها انت وتكلفي بها، اولا نجيبها انا. يعني حتى لك كانت شي مصيبه ولا كارثه نطليها انا بوحدي، كانت شي وحده مزيانه نربح انا بوحدي، ما سوق حتى شي واحد فيا. اش بالك؟ قالت لي عم بحرك. قلت لها السلام عليكم، صافي. كل واحد يقد على الحاجه، كل واحد الا دار شي حاجه يقد بها، ما يبقاش يتكى على امه. راك راجل كيف ما كان الحال، راك راجل. واني ما تنساش البر ديال الام، يعني ما تنساوهاش. نهضروا شويه على الاعتدال والتوازن. اهم شيء في العلاقات الانسانيه هو الاعتدال والتوازن، فليس مطلوب من الزوج بعد زواجه الانفصال والانعزال على اسرته الاولى، كنأكد، وعن امه، كما انه ليس مطلوبا الالتصاق المستمر والاعتماد عليها. فهناك ارتباط حميد بالام، وهناك ارتباط خبيث حين يزيد عن الحد المطلوب المعقول. فارتباط الحميد مطلوب، فقد وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على رسول الله، على الام في كثير من احاديثه. فلا نقول للزوج ان يدير ظهره لامه، بل نقول له ان يتوازن في علاقته حتى لا تفسد اسرته، وتتاثر علاقته بهذا التطرف بعلاقته بامه. شخصية الزوج المتقاعد اللي كتلصق بام ديالو هو شخصية يعني كيكون غير ناضجة، لا يتحمل المسؤولية، يبحث عمن يتحملها عنه، لا يعرف حدود علاقته السوية، يعني لا يعرف حدود العلاقات السوية. كتلقاه هو ديجا يعني قلت لكم مبرهش، يعني ما تحكش، ماكلاش الشحط، ما دوش في حياته، يعني ديما معول على مو. وفين ما يوقع شي مشكل خاص شي واحد اللي يهز داك المشكل بلاصتو، ماشي انا اللي درت، راه اللي دار، ماشي انا اللي راه اللي فعل. يعني كيكون هكا، يعني تكون باقي كاع ما ناضج. علاش؟ حيت يكون هو السبب ديال تربية الام ديالها وداك الحنان الزائد شويه. راه ضروري شويه من الفلاقه لبغيتي تبان انك متقاد. في النهايه يجب عليك ان تعتدي بعلاقتك بامك حتى لا يدمر التطرف فيها والالتصاق غير المحمود بها اسرتك وحياتك الاسريه والاجتماعيه. هذا هو الفيديو. الله، اوف، عييت. المهم كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا واحد شويه، كنتمنىكم انكم ديروا جيم على الفيديو، توضعوا التعليق ديالكم على الموضوع، تبارطاجيو باش تعاونونا نكبروا لاشين، دير اشتراك على القناه. راه هذا هو جمال الفا، مشرفين. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.